شنو هاد الشقاله انت اللي مبقاش شقاله في هاد الدار يخ عييت منا تماره 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 بلا في. السلام عليكم. مالك فاطمه زهره كتنقري؟ لا انا علاش غنقول؟ انا حيت شي كعرف اليوم بقيت محنيه بزاف على الجفاف وضرني ظهري. وعطي راسك الراحه راه تماره مقدم مع العمر. والله عطيني ضمت العمر. المهم سمعني مزيان وحلي معايا دماغك الله يرضي عليك. ودخل شي خالد اليوم ان شاء الله غادي يخرج. مالك شاقات ليا؟ علاش شاقات لك؟ مال خارج بلانديز راه خالد ودخلتي. لا 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 شرب على هاد الماء هذا. فاطمه الزهراء مالك؟ سمعيني شي ما كتقلقفي عليا بوحدك. لا تخنقت ماما انا بغيت نوصيك وغادي نمشي. واخا عليك الحشيره واش كتسمعيني؟ الا دوا معاك بغى شي حاجه عطيها ليه عطيه اتصال. هو غير جاي يجلس معنا في الدار. هو فين غادي يمشي؟ راه يجلس معنا في الدار. ماشي يكري في شي بيت انا راه ما جاتش راه حشومه. فاطمه الزهراء عندك بيتك سدي عليك والعيب لا دخل عليك البيت. ديك الساعه نهضر معاه. اما هذه من حقه يسكن مع ولد خالتنا واش غنلوحوا للزنقه؟ حاشا كلامك هو الكبير يجلس معنا. شنو ما كتقلقش عليا بوحدك؟ تخنقت انت عارف لينا ازماتي كنتخنق. والله كنتي بخير وعلى خير. الله حتى هادشي ديال الله. وهادشي علاش كنقول لك عطي راسك الراحه؟ راه كثرت الشقا وداك جافي اللي كدير غادي يمرضك. جافي نقول له نحك في الدوش ونحك في داك الشيء جافي اللي خلقني. كنتمنى هادشي اللي كتقولي يكون بصح. ما كاين والو. حيت واقيلا انا كنسمع شي سميت خالد ماشي بديش خفف فيه. والله حاجات في الهضره لا انا جات قصه بيني وبينك. شوف انا عارف خالد ما تخافي منه ما والو. راه خالد علاش ضرب الحبس مسكين؟ علاش؟ عطرا ولا شي مشاكل ودخل الحبس. الله يحسن الله يجعل مغفير الذنوب. امين يا ربي. يلا انا مشيت. خصك شي حاجه تصلي بيا. صافي يلا نمشي. الله يديك على خير من البال. اويلي خالد غيرج. اويلي غير صفتني لنا الحبس هو غيخرج ولا غندخل ليه ولا غنطلق. محمد نعم. دابا انت راك راجلي وولد خالتي وكلشي ما عندي ما نخبي عليك. بغيتك ترد العقل شويه لخالد راك عارف يلا خارج وراه كان معاهم هما بغينا نبدلوه غا شويه. واش غنقول لك انا من خالد عزيز عليا وانا ما ندوزوش. هو اللي بغاها نديرها معاه هو كنهضروا مع هذيك الرفاقه الزايده ديال والو هذا هذا وهذا هذا هي اللي خرجت عليه. شي كون بنادم كيعرف مولاه بوحدو ويصلي ويعبد الله ويمشي يخدم شي خدمه زوينه ويجي يرتاح هي الدنيا وما فيها. اذا بنادم كل واحد شنو كيقول لي دماغه وخوك حنا راه ما غندوزوش. عارفك يا محمد عارفك ما غدوزوش وعارفك بزاف ديال الحوايج. دوي مع مروان حتى هو يوقف معاه بعدا يفوت هاد البيريود وينسى شويه. انا غنشوف انا غنهضر وانا اللي مطلوب مني انا غندير ياك وتنتي من جيتك وانا من جيتي وا تا يصوب الله هذاك الشيء اللي ما تحسيش بان كاينه شي حاجه ماشي هي. لا لا انا غنتعامل معاه ما تقولش وركوا عليه على انه خارج من الحبس وهذه. لا لا ديك الكلمه كاع ما يسمعها من عندي انا كاع ما غيفهم هذاك الشيء راسو براسو وانا اللي واجب عليا راه غنديرو معاه. نتمنوا يكون خير. المهم غير وقف معاه انت راك عارف هو ولد خالتو بعدا غيسمع منك ونسويبو ومروان حتى هو يحاول يدير جهدو ويكون خير. الله يحفظك ليا والله يخليك ليا تانتي. بغيتي شي حاجه نعمرك شي كويز ديالها تانتي؟ لا جيب لي شي كويز ديال الماء الله يكبر بيك صافي. اولا لا شي كويز. جاب ما بغيتيش اتاي. بغيتيش تخرج عندي انا نوريك. وقف عليا في المحكمه كتقول لي هو اللي هرس باب بريزيت. انا معاك. هذا بعتي لا شريتي اليوم. زوينه هادي تخرج العينين وانا عارفك كاينه جين وانا نطلع للدار وغنزل ليك سمعتيني اليوم انا معاك. صبرتي ديال الطلعه باش تاخذ حاضر سبحان الله العظيم. شنو واش غدير حنا في هذه البلاصه هذه فيها الشفار؟ شنو كاين محمد قلت لي باغيك؟ تنهضر معاك نيت على خالد مالو؟ شوف ما هو قريب تعاشر معنا في الدار وهادي وهادي. تعاشر معاك انت اخويا تعاشرش معانا باش بغيت تقول حاول دير المفرط شويه. مروان راه ولد خالتنا صح؟ ولد خالتنا ايه عليا بالاحترام. حنا راه خوت زعما خاص تعاونوا معاه ونوريو وانا راه نسيبو وانت راه ولد خالتو. زين وعادي اصاحبي وانت هو ولد خالتك عادي. محمد يعطينا التيقار انا يسكن معنا في الدار ما عنديش المشكل يفوتني عليه انا ويفوت مراتي. واش دابا هو راه زاعم شويه انا راه كنعرفو كي دايره بخير واش نخرجو نشربو قهوه؟ والله شنبلبل انا وياه باش تعرف. لا لا هو رجوله هو رجوله فهمتيني
كاين شي حوايج فيهم الرجوله من محمد. اسمعني نقول لك، راجل ولا ماشي راجل داكشي كيبقى ديالو. انا خويا عطاني هادشي ساعه وفوتني لي، انت خويا فاهم حتى ويا حيت مزوج لي بختو سي نورمال، اما انا خويا جامعني بود خالتي ولا ما عرفت شنو كيجيني كاع. سبحان الله هذه بعض المرات مروان كتجيني انت بحال ماشي خويا صح. تا كون شويه فيك محلنا صح، السيد تعاون مع السيد راه بما فتفت هو دار كون راسه ويمشي يدبر على راسه. علاش ما عرفش واحد الحاجه في هذا الوقت اللي حنا راه كيتشمحن؟ واتاسي واتر دم نادم وات انا من حد قابل عليه تكون معنا في الدار بحداش ما خصكش هضره محمد. ما انا ما قلت حتى كلمه ديال اللعيبه، انا راه ما اختو وهي انت هي ود خالتنا ما بغيناش نخليو. اسمعني اسمعني مزيان الله يرضي عليك، انت راه مزوج ليه بختو حاشا ولي لا واش يشوف فخشو. انا راه مزوجها الشريف العلاوي، انت واش عندك دماغ ولا ما عندكش؟ واش كتفكر ولا ما كتفكرش؟ قول لي. المهم هذا الموضوع هذا ما نبغيش انا نناقشوه مره اخرى، اما باش تقول لي دير معاه وتقرب منه ما كايناش. انا راه عندي نيشان وقلت لك اللي حنتمحن انا محمد الله يرضي عليك. صافي كاع دير اللي قلتو لك، صبر ديلا قبل ما تشوفها بطل. شكون؟ وانت فين الخوادرية؟ كلشي مزيان الحمد لله. انت ما مصدومه فيا تبارك الله ما شاء الله. الناس كيخرجوا من الحبس واقع عليهم شي حاجه، انت خويا خرجوا مزيان وطولوا الله مالك الحمد بخير. غلاضيتي انت سيري بصحتي كاجاجي نقول لك اجي تموك فاني حدا الباب. اه بداو دي خالد هو خالد وفين؟ اه في عين ما والو، ما تفكرينيش خوك لا بالسياره لا والو. ها خالد قفه الحبس واعره وانا غمرت الراجل كنتسنى غير الفلوس ديال التقاضي راك عارف هيك الطقطقه هذيك 5 دراهم. انت سيري وراجلك حتى هو قال بوجهه واش يعاود بخير بعدا؟ كلشي مزيان الحمد لله. يعني الامور الحمد لله. اش كيعاود داك المكان؟ انت عارفه فرنسا سويسرا هي سويسرا باقا هي على سويسرا. بزاف عليكم سويسرا راه حبس احبيب بيس. انت سيري اش كتعرفي؟ واه شي كاين شاودو واحد مروان باخر واحد فاطمة الزهراء لاباس لاباس عليها كلشي مزيان صراحة. الحمد داكشي اللي بغينا تكون لاباس عليها وكلشي بخير الحمد لله. خرجتي على سلامتك الله يحفظك ليا اخويا. شوية العقل شوية تباتا وشوية ما بقاش داكشي. انا ما نكذب عليك شي دابا اللي كانت عندك يلا نسلمو الحانوت تسامحت معاه طلبت منه السماح بلي يسمح ليا. الله يطيعك بحال كنبغيك. واخا وقف عليا مسكين مات الله يرحمه باقي نتبعو ليه. شنو؟ والو اختي الله يحفظك ليا. الله يرضيك حيد منك الفم الخايب. لا كوني هانيه صافي الفم بلا عار. لا لا صافي شوف وعاون الصغير والكبير صافي خويا ديمير دي جبال حلال قرتيني باش نجوجك ان شاء الله. مشي نشرب شي كاس ديال الماء وانا راجع عندك دابا 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 دابا. انا كنتسنى دابا ديالك. تخلعتي واقع جايه الخلعه ديالو بصح باقي جايه الرعد رعد ان شاء الله رزقي رزقي وحق ربي تنحي يسمعون يسمعون ما عنديش كلام ديال ورزقي ورزقي دابا في الحظ والصوم فينا هو كاين مخبي انا نضرب الحبس وانت هي مريحه باش نضربها انا وهي وانا مالي يا التليفونات كاع اللي شفرتهم طوبيسات كاع كشرتهم وخليت في بلاصه عندي ها بغيت نسمع ليا كنصب عليك شنو هي كيد في ايد الا كنت كتشفر كتجيب لي انا كنتصرف فيها ونهار مشيتي نخسر واحد فينا يمشي ودابا داكم مشينا بجوج شكون غادي الفلوس يخبيهم فين هما الفلوس دابا كاينين مخليهم عند واحد السيده امان ودابا ودابا وعامين ديال الحبس حق الرب العلي العظيم تيشوفوا والله تنقول لها مروان وغتجي علي وغتخرج تبسها ونضرب الحبس وخرج فيا كبير واش بغيتي حق الرب العلي العظيم تنرجع مخبال على ودك خليت خويا شوف شتي فلوسك كاينين كاينين في الحفظ في الصون انا نشوف اش وقيته نعرف خوك انت كيفاش دار قبيح خلينيش نفوت العجبه ماشي سوقي شوفي شي وخيجه سيري عندها تخيجي جيبي لي رزقي عطيني خويا شي كونت نحطهم لك ديال الشوك وانت شمن كون واش انا خارج جاي من ابيجو خارجه من سويسرا ما عديتي شي حاجه جيبي لي رزقي شدو في يدي وفي يدي حق الرب فاطمه الزهراء وديري لي انا ولا واش ما ندير لي نيسا والله جا نتشوف شي انا خارج من تما عيني فيك سيري لوبي على فلوسك كاينين انا في الحفظ في اوسون انا نضرب في العدس وتي انا شو تبارك الله قداش ولي شي ماشي مشي عندك الحبس شو تفكري هنا بقفه ما تعطي اختي شي حاجه سيري دير لها واش انت ما عرفتش مروان كيفاش ومنك لي انت من مروان اللي ما عرفهاش وليش تدخلي معايا في لي زافير من الاول بيني وبينك تعرف خويا
حق الرب العلي العظيم يا فاطمه الزهراء موجتي لي رسبتي نشوف عطاني يومين يكون عندك ماشي سوقي 3 ايام عندك هو كاع غير فلوس فلوسك فين المره مشى ولا وتراب وري فلوس منين نجيب لك انا فلوسك باش تخسر ناري وعرفها ناري فاطمه الزهراء ديال الخير عليك غتشوهي لها مع راجلك مع العائله وغضر بالحبس هنا محمد فين انا وقت الكوتي هذا ما درنا له الكوتي له خالد رجع وفين هو مشوش راه هو يدور عيطنا عليه ورا داك الشيء ما حطاش قلتي كنتسنى فيك وفيه هي عيطي خالد واهلا واهلا نسيب صافا ما تخافش احنا نسيب في العالم وحق الرب صافا خالد هانيه بخير شي بخير الله يحفظك زرعتي الهنديه هنا عندك اشكاع صافي صافا 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 برا فين اخويا وحنا يا الله يحفظك الله يلا بخير الحمد لله مرحبا بك الله يحفظك خاك يا عيالك علاش اخويا كتجيش عندي تتي عارف خلوناش ندخلوا على الزياره تما راك عارف يعني نمشي نسكنيه واخا ما تجيش حتى تما محمد خوك دابا حتى دابا الحمد لله ماني خرجت شي ديال اليوم فياك هاني هاني وهذه دير لك عقل ماشي مشكل اخويا صافي هادشي بخير يلا بخير شوف قلت خوك عزيز عليك انا شوف مرحبا بك لا انا لا مروان راه مرحبا بك انا كنتصنت لك اخو دير معنا اخوك الله يرضيك صافي من المشاكل الجيران بعد منهم الصحابه دوك الخايبين بعد منهم الصريقه حيدها لا صافي صافي محمد بزاف ديال الناس كانوا في صافي هاد مونتي في الاخر راني صافي كلشي ماشي بزاف كلشي كيتشكى دير عقلك الله يرضيك دير عقلك صافي اخو محمد شتي انا والله حتى المشاكل غنبعد منه وكون اختي شتي التليفون هادشي واحد وصونيتي وبغينا نتلقاو لك بعدا راني نهار كاش شي غربه التقبو حتى لا ما تخافش حتى مالي دير والو ياك كيديروا الغربان يا محمد اخويا الحمد لله ان شاء الله مرحبا انا ومحمد باغي نتذاكر معاه نودي درنا وجدنا بالبيانوت نودي وجدنا نودي صافي سير مرحبا خويا خالد شي بخير باش تبقى صحه بخير والله غير بخير اخو محمد سمح لي بس شوف شي لعيبات نعطيك شي لعيبات تشري بهم شي بارشيات صافي نهار ما ندور انا لا ولا ما ندور عندك فين ندور صافي زعما ندور عليهم خليني نريزوني شويه باش نقاد لك شي امور صافي الله يجعل ربي يسهل عليك انا ندير الكوتي نمشي انا وياك نمشي انا وياك سير الله يجعل ربي يسهل عليك احسن نسيب في العالم تقصر كرة تما شويه يعني نلعبوا الريكبي حارس حلينا نخرج الله يسهل حارس حلينا نخرج طيب سارة انا جيش اكو كبير حارس وحارس وحارس كان نظرك شكون عسيا في بيتي غدا اخويا لقى جالس ليا مع المرا كان انا شكون انا صاحبي الشبور شبير ولا مالك الله يحفظك تاش ما تسمح لي ولا ما تسمح لك الله يرحم لك الوالدين عليا اخويا ما داتش مقلت صوبر عداتني عيني وحق انا عسيا في بيتي ولا راه مبان لي حتى واحد بارك كنت انا ناخذها واحد الغميضه اخويا غدا انا نجي لاجالس ليا مع مراتي شي شر غنخلقها معاك وتا تطرح معروني خارج انا وياك اللعيبه خالد خليك نحترمك الله يرحم لك الوالدين هذاك الضحك ديالك ما عنديش معاه اسمح لي يا اخو مروان والله والله ما درتها بالعاني حق الرب العلي العظيم هي ديال الحبس اسمعني راه جيت والله ما نكذب عليك عندي كانت التلفازه مع فول اش تي ريحت بغيت نتفرج في واحد الماتش كانت لعبه الريال ياك ما نجيبك شي مخيطه وشي بايفون من نون ديك الكلاص اجي على ربي يسهل وتا نوتوك ديال حد من البيت واخر مره تدخل هنا راني مزوج واد باش راه عنده حرمه الله يرحم لك الوالدين خالي واو خالتي حق الرب العلي العظيم والله حتى عزيز عليا دوش نود دوش اصاحبي نود دوش خب على راسك الما تخفاف شويه انا معاك تنعس عرقت اصاحبي عرقت شي في النعاس ولا كنتي كتمشى اش غير وقع حيت كان ساد علينا اصاحبي راه باقي محلش علينا فهمني اخويا مروان والله ما درتها بالعاني وحق راك انت خويا عزيز عليا اصاحبي راه والله حتى كنشوفك الشوفه ديال خويا حتى انا اقسم بالله العلي العظيم الا كنشوفك الشوفه ديال ولد خالتي غير يا خويا عليا بالاحترام كيف ما انا كنحترمك احترمني يا خويا والله حتى محترمك حق ربي الا قجرت عليك سمح لي ندير اخويا ماشي غير دخلت دخلت فاطمه زهراء بقاش كاين حتى لا راه عرفتي ما كاينينش اصاحبي انت عاقل على راسك كتحلم بحارس ولا ما عرفت شكون هو داك كتقول صافي اخويا مروان سمح لي سمح لي والله العظيم ما بقاش تلقاني هنا نهائيا اخر مره ندخل عندك لهذا البيت يلا نتوكل يلا قول لي يا اخويا مروان اش غنقول لك عاوتاني واخا ما يتقال اللي كان قلناه صافي انا باش سير اخويا صافي بلا رجع بغيتك اخويا انا ترجع لهاد الحبس هذا نعس ليا في بيت نعاس بسخوت الوالدين هادشي اللي بقى لك اخويا محمد شبان لك ندير راك شفتي اليوم والله الا وليت نحل الثلاجه ونسدها بحال الهبيله انت مالك شفتي ديال خوك مالك
فين هو؟ خرج ياك؟ من الشوكات. رايح انا وياك؟ ايه. اش قال لي؟ اش قال لي؟ يلا تصال معايا راه معايا البار. ها ويلي؟ يلا ويلي شنو؟ والله لا بقات فيه، بقى لي يا محمد. شنو بحال هذا؟ ما ضحكتش معايا وكنعطيك الفلوس وكنقول لك. وانت الصالة ودي نعرفك كتمشي بحال البار. وقال لي يلا معايا ويعجبك الحال وانا هادي وانا هادي. واحد الغلط ديرو انت دخلنا عليك والله كنقول لك ما تعطيش الفلوس ما تبينش لي مره لو فيه 20 درهم قول لي حنا الله يحسن العوان راه حنا معاونين انا وخويا وراك حتى تكذب عليه تعلم تقول ما عنديش صبق الميم ترتاح حتى انا مروان هضرت معاه عليه مروان هو اللي كيعرف لي سبحان الله هذه زعما كنت نضحك معاه مروان سيدي ومولاي انت غتبقى تيخرج عليك انا كنقول لك انت راجل مزيان فهمتي معقول واش دابا انا بيني عليه بلايص انا قلت لي يلاه نمشيو نشربو لا تبعتي هذا راه غدوز السن حبس غدوزو انا كنقول لك راه واخا خويا ولد خالتي انا نقول لك نيشان مر عليا اختي الله يرحمك هو تبعو بخالي تبعو الناس وراه بحال الكلام اللي كتقولي فيه وقال لا غنمشي معاه انا لا خويا الله يحفظك لا الله يطول لي عمرك الله يبعدك من البلاصه الخايبه انا نهار لك حل بغيتك تكون غايب انا هضرت معاك قلت لي في فرق راه شتي راجل ما خدامش لك على انا غنقولها لي انا غنفرسو لا ما توصلنيش مع المشاكل دابا انا اخوك هذاك من كيدي الله يرضي عليك انا وصلت لي ميساج قلت لي انا مشيت لهذاك البلايص الله يحفظك صافي ومشيت بحال هادشي عبرتي عليه مزيان ملي لقاك راجع ونص طيشي على شي دور كيسحبني بحال هذوك صحابنا دابا كيشوفني كنضحك معاه واللي بغا كنعطي ليه كيسحبني دابا قالت غادي الفلوس غادي لي الفلوس واش هو ديما مقادي وديما خاوي حيد عليا سي اش جيتي قول لي دابا واش نصايب والله ما عرفتش شنو نطيب كلشي غلا كلشي ما بقيت عارفه شنو سيري سولي فاطمه الزهراء ودير شي خربيقه واش دوز العشاء انا انت ودي اللي سولت وصيفطني واحد لواحد ومبقى لا في الهم عرفت هاي ديك ليد اها هاي 1000 درهم هنايا وما بقاش تدور بساحتي بالعربية تاع عربي تجيك من الاخر شي فلوسك بح طارو تخسرو من الاخر ديال شاد 1000 درهم خويا اعتبر هادي اللي بغيتي حاجه انا ما عنديش فين غنجيب لك فلوس فاطمه الزهراء ما بقاش طوقي عليا اول حاجه ثاني حاجه عطاك 10 البياسات 1000 درهم ديالك ديال بياسه واحده هذيك واش انت من مخك باقي واش كتصحاب هاد العامين اللي ضربتي له ما عادش حل ديال الحبس واش انا غنبقى داك فلوس انا تيتينيني اختي هذيك رزقي شوف بلا ما تبقى تغوش عليا تجمع عليا الجيران رزقك مشى مابقاش خسرتو انت كيفاش مشى حق ربي تنتشوه انا وياك ما كاينش مشى ما كنعرفش مشى موتي في الجين ضربو نجرك معايا ما عنديش انت دابا باغي تلعبها معايا بحال هكا ولا غنجيب لك الواعره شي ما عطيتينيش شي ساع غنقول لخوك انت كتبسل عليا وفين ما بغات توصل خويا اه شكون هو خويا انا ما عندي خوك ولد خالتك مروان اه بون واخا شي باغي تلعبي معايا هذه الليله انت اللي بديتي نخلي لك مونتي وحده بوحده واخا فاطمه الزهراء ما تقديش عليا انا حيت انا لعبي طويل انا معاك مزيانه هذه ياك ما كتحب غتخلعني حتى انا غنطول عبي طويل ويعجبك ها ورات كتحبني واقيلا حيت ساكتي عليك واقيلا كتحبني خايفه منك انا ما خايفاش منك باش كطوقي عليا دابا شنو هو دابا ويك ما باغيني نلوحك من هنايا وانا اللي عندي قلت لك اخاي اخي ما كاينش ياك قلنا لك من الاخر بح خسرتو واللي بغيتي ديرو ديرو انا اللي عندي قلت لك تعطيني اتسام ما عطيتنيش اتسام نقول ولد خالتك كيتحرش بيا والله تنشوك وحق الله تنشوك كنت دابا صبعي في ودني ونبداها لك من اليوم عطيني اتسام احسن لك ولا بقات فيك انا انت حق الرب تشوفي معايا الاخر انا غنوريك زوينة هادي انا نضرب المونتيف وانت تبرع عليا برزقي جابك الله اخويا محمد فين مالك مايله ليا انا والله حتى مايله ليا في الدار شواخ خالد خالد سمع المشاكل تاعو تفهم على بالدار واش تسمع في لقيتو بزين صافي لقيتو مرايح ليا فوق الناموسيه ديالي ومبنى ديال جي وعاجبو حال ما خاصو خير ياك هو وايه شوف المصبر واش هو سبحان الله ما كيحشمش انا راه دار معايا شي ماصر ما يمكنش محمد هاد المساله ديالو كامله والله حتى بسببك شكوكش انا مزيرو من هاد الجي وانت مزيرو من هاد الجي غيطرا مال الحيط ومشي يخدم دبر على راسو حتى اش غنزيرو صافي انا هاد اللعيبه هادشي ديال الخدمه انا هضرت مع واحد السيد واحد لافير الله بقاش يداوي معاه الله فارشه معاه انا غنقاد لك الامور معاه وغنعجبك حتى اش غتعجبنا محمد حتى كتراني بيه بحال الدري الصغير ولا فد لي بهبال وكتقول لي غادي نعجبك فيه واش دابا صاحبي الروبيني فاش كتزيرو بزاف راه كيتفاعل خاصك شي مالك دعقلو وهذاك السيد امنا الدور امنا جينا معاه بلا شي احسن وقلنا ليه خويا مرحبا بك والدار دارك غير هي عرف كيفاش تتصرف في الدار ولكن السيد بان ليا واخد شرع يديه ودير ما بغى انا خويا غنشوف انا كما قلت لك انا شفت لي واحد لافير ديال الخدمه خصني نتلاقى معاه ونقولها ليه ياك ونهنيه من هنا
مابقاش يدير لنا داك المشاكل ديالنا غادي يجي ينعس تقهروا سماها وغادي يجي ينعس. خويا اسمعني نقول لك انا هادشي هذا ما عاجبنيش الحال غير يزيد 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 والله لا بقى عتب هنا في الدار باش عارف سمعتيني غادي يقول لك ود خالتك ولا هادي بربي العلي العظيم لا عتب عندي في الدار انا كنقول لك هكا واخا هكا صاحبي راه دمنا صاحبي واش نلوح هو صاحبي غنبقاو نهضروا حنا في هاد لافا ومحمد واش نبقى نعاود معاك نفس السيناريو وانت راه واخد اختو اما انا راه ما كيعرفها ما كتعرفو السلام السلام سيري خويا خليني نبدل عليا نلبس الجاكيتي ونخرج ها فين ما كان زاير كان نبدل عليه ونخرج ونمشي نخرج خويا سير الله يعاوننا وعاونك انت كاع نبدل سير الله صاحبي ما كنقلقش وبسيب ما تقلق اصاحبي راه تطلع عليا براسي راه تصرى داك المعروف والله تتصرى واش نضربو بحجره نقتلوه ما بغاش يترجم معانا صافي يا مروان صاحبي حيد صاحبي حيد 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 هادشي فاش حالي انت ولكن اللي دار هادشي كامل قدك حتى اللي مدسرو عليا منال ومنال منال فاطمة زهرة انا مالك انت عاطيني اش كنشرى الهضره مالك شوفي واش خوك باغي يطيح شي راه انا ولا شناهو شدوتيني ولا شنو شدوك ولا شدوتيني انا من مالك وغاسكتي نفهم اشنو اشنو نحيد الحوايج لقيتو تماك قلت عليا فين الزين وحطيت الدهنه ودير ليا بحال هكا ومروان خاين الزين واش اختي تقادوا عيالي الزنقه كلهم بقيت لي غير انا كنت انا راجلي اللي سمع هادشي فين غنولي وغادي لبسني يعني الابيض مش باغي بغي يصفى علينا بغي يصفى لي الحال المهم هذا فين هو هو فين باغي يصفى هذا خليته بصطاع انا غنصح دابا ندردك عليه ونطلقتك انا زوقات لا اختي انا راجلي ما تخلوش عليه لا انا مزوقه لا خاصني نقول هاني خدوا لي مع غزدك ما عرفتش يدير ليا انا دابا غنحل المشكله زوقات ما طيحش عليا شي انا راني لوسي نسمع الاخر والله جاي يقطب واحد غيقتل واحد عاد ما طيحش عليا والله انا دابا انا المهم المهم انا مزوجة بعدي مني فالمزارة انا مزوجة مرضى بقات فيا الحكرة واش اختي مش انا تبزل عليا مش انا بحال بقا مختوم عبان بنتي ساعة واش انا بنتي غير في الدنيا والدين اسمعي ما ضيعتي نص راجلي ما ضيعتي مرضى عليك مرضى عليك اجبدي علينا الصداع والمشاكل ولي مروان قاعد ولا شي حاجة ولي شي غادي قبيلة الحيين شي قبيلة الميتين لا انا وقفوا عند حده واش اللي مش مزوجة انا دابا شي دابا غنطلع لي راه اللي نديرو ليه ما نعاودوش لك راه اللي نديرو ليه من عاود توصل دابا غنرد لك طاقتك اصلا حلف عليه من راجلي انا مزوقه فيك انا مزوقه فيك انا سيري تتشاوي اليوم ما تشقي ما والو انا غندير كل شيء غادي تقول لي دابا دابا تمشي لي دابا 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 الله يسر عليك اجي البيت كاجي الله يرضى عليك اجي البيت كاجي دور عندي الشماته ها دور عندي وشوف فيا مالك تاتيا واش خليتي الحباسات وجاي لي انا بقى خويا في الحبس اللي قبل على ماشي اختي مالك علاش انا ما اختكش ما اختكش قطعتك من الحاله المدنيه شحال هادي شي ديك الحاله المدنيه اللي جمعتني انا وياك قطعتها شو درت لك اش وصلك لمرط الراجل بغيت نعرف اش وصلك لمرط الراجل اللي تبسل عليها ودي لها شي حركات ما هما ولا ما قلت لها شي حاجه عقلي العارات كنت مرق حتى راسك قرب من حتى راسك والله ما قلت لها شي حاجه بالرب الخوا دري واخا ما درتيش ما قلتيش حنا اللي ما نسواوش سمح لينا المنتف الثاني اخويا راجلي صلاة والدين عارف بينه وبين الله حقه نضربو جنية والله ما قلتيها لي بالرب قصة وقرطاسة ما كاين انا غادي غادي عرض عليا واحد الدري صاحبي اسمعي اسمعي والله تال حق الرب العلي العظيم عيط لي واحد الدري صاحبي قال لي اجي ضرب معاه واحد العيبة قلت لي انا راه غنمشي واش مشي توصل معايا من تما يعني الطريق صافي هادشي اللي والله ما قلت لي يلاه معاك لا كان الحبس ولفتو معاك بغيتينا نضرب الحبس عليك لا اختي لا راه نقتلك ونمشي ما عنديش مشكل غنبعد منك راجلك مفوت كانت بيني وبين اخويا غا الخير والاحسان ها تخرجتي معاني مع العار راجلي غطلقني على راجلي دخلنا عليك بالله انا عندي خويا كان انايا صافي والله يتا ما خوياش ما خوياش شي كون كنتي خويا كون كنتي راجل سيدي ومولاي يكون جاي عندي حتى تمشي وليد ولا بنيه ونقول لهم انا عندي ولاد خويا وعندي خويا هذا بيرا ماشي عندي خويا شمكار غنعجبك علاش غتعجبني ان شاء الله غنعجبك باش تعجبني لوحك منه لا راه كنشوف راجلك واقف حتى انا هبط عندو خويا والله ما كاين شي حاجه حق الرب العالي العظيم حاجه عزيزه سير عقلك سير عقلك اصاحبي راه شوهتيني صافي والله اوجهي من ركتي والله ما نبقى انا مشيت ما عندك حتى فين تهز الدقه انا ما فهمتش خالد والله ما فهمت الناس كيوقع لهم مشكل كيتوبوا حتى عاد ما كتزيد محمد لدس محمد لدس مالك اش واقع خالد مالك اولا لقيتو مبند ديال فوق الناموسيه بيتنا بيتنا واش قلتي لي
ماش غنقول ليه في نظرك؟ تعالي سيدي سيدي هنا اش غنقول ليه في نظرك؟ اقول ليه غنقول ليه؟ وراه مروان راك انت عارف وراه هاد يد ساره ودي الزعامه وش في قلبي الناس وفرضهم كنت انا في البيت وراه هاد الشيء اللي قلت ليه اقسم لا اله الا الله ترى عيت عجوز خارج كنت شي واحد اخر بربي فاطمه زهراء شنو نوض انا وياه والله ما نعقل عليه ومروان هاد راه توقع منه اي حاجه اليوم دخل بيتنا غدا يطمع عليك في مرتك شوف الله يرحمك الوالدين كيفاش يطمع عليا في مرتي باقي ما تزادش هذا غيطمع عليا في مرتي دخل لي شي حوايج ما كاينينش فاطمه الزهراء انا بغيت نقول لك بغيت نشرح لك زعما شنو شدي شي قارك وردي معاه البال سمعتيني الا كان غادي هو من هنا انا اللي رجع لبيتي تعايد وزواحد باش ندوز انا نمشي نقضي غادي ونرجع ما غادير على مشاكل سل الشوكه بنادم تيحن مولانا والله يدير لينا شي تاويل اخر انا وليت خايفه في هاد الدار مروان وراحت ما بقيتش كناخذها ما عندك مناش خايفه انا معاك سمعتيني خويا دير لينا السرج بدل لينا القفل ديال البيت على الاقل ندخل نعس ونسد عليا ما كاينش الطريق ولينا في عشنا بلا وين عشنا خصنا ضروري نبدلو السوارت مالنا دابا نسولك واحد السؤال انا جين كيديروا عندنا جين كيدير عندنا دابا انا مزاج نجري عليا انا باش نجري عليا تسمعي مزياش في العائله راه محمد رافد لي بهبالك وكيقول لي جي مرحبا بك وراك عارف كي راري بي الا قلت ليه انا لا غيضرب لي الطرف العائله تسمى انا المنزيانش شنو ندير واه انت لقيتي ليه السبه دابا لقيتي في بيت النعاس يعني دوي معاه قول ليه يمشي في حالاته واخا فاطمه الزهراء صافي هاد الحل هذا انا غادي نقضيه صافي ما تفدي لهم حتى شي حاجه وانا معاك وما تخافي من حتى شي واحد من هاد الدار وانت باقي ما تزادش غير يخسر لك خاطرك الله يخطيك عمر الله يخطيك واخا فاطمه الزهراء سير يا فاطمه الزهراء ماشي شي حاجه رجعي لبيتك فين غادا تما واخا يلا بقاي الدور ليا عندي انا الجرده انا بغيت فين دخلتي محمد صافا مزيان ماشي مزيان امورك مزيانه انت راه ما مزيان ما والو طالع ليا الدم وحق مالك شنو عندك والو الساعات ولا عرفتي تعار كنت باغي نهضر معاك في الدار ولكن قلت بلاش حتى نتلاقى معاك مروان انت هو صاحبي فاش يجي علام انت هو والله تاع علام داك مروان عندك خليني مزيان شغنقول لك مال انا راه هضرت مع واحد السيد غنشوفك واحد الخدمه ان شاء الله انت ما مساليش والله ما مساليش صاحبي عندي ما يدير حتى انا نبغيك تكون مزيان ودير وليدك ستة وتدبر على راسك وطنا ليك محمد ما مساليش عندي ما يدير صح اصلا انا طالع ليا الدم انا ما كيكون طالع ليا الدم ما كنقدرش نخدم وا سيدي انا شنو بغيتي ندير معاك سيدي انا نمشي نضحك انا وياك نقز انا وياك باش نجري وندير شي سبو باش من نجري واخويا محمد باش غنجري اسمعني طالع ليا الدم والله العظيم اخويا محمد لك تي مسالي لا لا ما خاصني لا فلوس لا والو شي وان غيروا اخو نضحكوا شويه ونرجع انا نمشي معاك اه يلا معايا تيقفي يا مالي انا ماشي نسيب خليت انا راه ما عنديش ما عندي قناه تي لا صاحبي حتى لا ما كاين لا قناه لا والو يلا ما واش كتشيق فيا ولا لا كتشيق فيك شتيني ملي خرجت صاحبي راه وليت واحد اخر انا اخويا ملي قلت له تنصاحب معاك داكشي ديال التشرميل وكذا انا راه ولينا بخير شوف والله خصك شوف الشيء اللي بديتي كتصلي وبديتي ان شاء الله ان شاء الله وحق الله القاسم انا والله الا كتعجبني انت كتصلي وكذا من والله الا كتعجبني حق الرب صح صاحبنا وياكم ولا نخرجوا مع بعضياتنا ونضحكوا صافي داكشي اللي كاين غنمشي ولا غنمشي ونضحكوا نمشي ونخلقوها شويه نغيرها فهمني طاي ليا الدم انا ما كنمشيش لهذوك البلايص ولكن على قبلك غنمشي معك اخر مره واول مره تا يلاه تبعني والله ما تخاف ادم والو محمد يلاه صاحبي دير ما كيش تريس صافي على حسابي لا دالك صافي خوك انا يلا 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 ونهضر السلام عليكم انا شي شي برد محل في الزنقه يا ربي السلامه البرد هو اللي بحال راك ليا انا في قلبي مالك ما كاين باس ما عرفتش فين هو محمد والله الا بغا نسولك عليه كنصوني نصوني نصوني ما كيجاوبش ما كاينش الاثار ديالو والو ما جاوبكش في التليفون والو ما عمرو دار لي بحال هكا عرفتي قلبي غير سقتي غير مقبوط عليا خالد كاين لا ما كاينش انت كيكون مشوي هاد شي بلاصه يا ربي السلامه هاد خالد هذا كيدير لنا الكوارث في الدار محمد كامل مول في الدار غير مشكل غيكون اطفال يا مانا شوفي ما دير في بالك حتى شي حاجه محمد ما كيطفاش ليه التليفون محمد عجين يدي شي ولو ويوقع ليه مشكل كيمشي شارجي عند منحل وتقول ليه يبرك في شي بلاصه ياكل وقول لي عافاك شارجي ليا هادشي فيه يعني انا شحال وانا مجوجه باول مره مانا اختي يكون دار شي كسيده والله يحفظها ودا ما يكون دار شي كسيده لا والو راه يكون دابا مشى مع شي خالد يشري ليه شي حويجات ولا شي حاجه لا 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 لا, لا شنو ما تقولش ليه خالد يشري ليه الحويجات لا هادي ماشي قضيه الحوايج سمعني ولدي راني غنموت بالخلعه راني صافي صافي القلب غير يسكت عندي واش صوني لي من عندك شوفي انا غادي نصوني لي من عندي ياك ناخذ عند فاطمه زهراء مكالمه حتى لي الصوت
ويكون على خير تمشي كاع ما تشوشي كاع راه دابا يبان لك دخل. اويلا مروان اويلا ما تشوش مع الشيطان مع الشيطان. دابا انت فاطمة زهرة مولفك واحد القاعده واحد النهار حيدتها اجات كتصوني ما كتجاوبش ما كاينش الاثار وحطها بلاصتك في بلاصتي. انا راه عاذرك ولكن راه انت عارف اخويا راه ما كيتعطلش ولكن راه من نهار خرج خوك امانه وما دراش مني قلت الصوار اولا هو ويا خطيبات وسمحي لي ديك الهضره هذه مروان كتخربق بعض المرات. حنا في الشكل وتا في الغرب لما خالد شمكير راجلي الله يعمرها دار جاب شي لشي. المهم سمحي لي لا لا جاوبني ولا شي حاجه راه نقولها لك صافي. الله يعطيك الصحه. صوني انت صوني وانا نصون. الله ما كاين لي الاجر. مامي شكون شي عند حرام عليك فهم زهرة؟ هذا شي مكالمة في التليفون؟ لا ما عنديش. ها؟ ما عنديش. شوفي شوفي ما ربما نصوني وعلى محمد راه مانا المسكينة مشوشة عليه. مالي ما كاين باس. بصح واحد يتصون عليه ما كيجاوبهاش. علاش؟ شو واقع؟ وكيبان لي انا واقع مشوه خالد شو كنت حتى خالد ما كاينش. مازال خالد لا تعطل. اشلم محمد على خالد. راه هذا الشيء هذا اللي ما كيعجبنيش فيك انت فاطمة الزهراء. على ما بانش لك انت حاطين الراس على الراس. دابا دخلنا عفوا الله. خالد عسكري. اييه. ومحمد صلاح الدين اش غيجمعهم اش غيجمعهم باش يمشيو بجوج يلاه لا هذاك غيمشي للجبل هذاك غيضرب القرعه يا بعدي. وترى مزوج ليه باختو واش هبيله واخا هو مزوج ليه باختو ماشي مزوج بيه هو. واش انا كنضرب القرعه غندي معايا واحد كيصلي ولا انت كتصلي للجا غادي للجا غادي معاك واحد كيضرب القرعه؟ واش دابا هذاك خويا انا ولا خوكتي اللي باغا تفهمي اكثر مني؟ ها قولي ليا وانا كنعرف محمد وانت محمد ملي كنجي ندوي معاك كيبالدي عليك يقول لي اصبر عليه ودير الماء منين يدوز وخليه مرتو ماشي شي حاجه اخرى. محمد مولاش كيتعطل انا كنعرفو من نهار خرج هاد الشماته هذا وهاد السكع ومحمد بان ليا ما هواش. وانا خويا ما نكذبش عليك انا الله اعلم بغاش المكالمه هاك تشوف قلب واش كاينه مكالمه. والله يجاوبنا يا ربي السلام. ما كاين والو تلقاه معطل في الخدمه ولا معطل في شي قنت. انا ماشي هي اللي قتلاتها ماشي هي. وا فاطمه الزهراء واش راه كنشكي لك بعقلتك كي كاين الدريه غنطفي ما تبازا ولا غنهرسها؟ انا الحمد لله راجلي ها هو حدايا اللي غنشوش عليه الحمد لله جالس في جنبي. اييه يخطيك عليا. اييه ومحمد اخويا شو باقي صغير واش هو عنده 6 سنين؟ انت راه كبير هذاك راه مزوج راه واخا كبير وقعت شي حاجه راه انا اللي غنجري به في السبيطار. حتى فاطمه الزهراء لمن كنعاود هنا لمن. محمد محمد يا امل ديالي ولا هذا مالو واش دارك سيدي ولا اش وقع لك؟ لما هو هذاك هو شوي بسطونيك ولا هذا مالو؟ ابي شحال معاه في رجلي هو هذاك وميو زيد 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 خالي الزهر زيد خالي جان وصلك برعين شالك اش درتي لي؟ واش عطيتك شي حاجة؟ عطيتك شي حاجة؟ أنا عاود ليك سمعيني أنا عاود لي شنو درتي الراجل؟ أنا مشيت للغار لقيتو من ورايا بركش بركش هذا لقيتيه في البار واش لقيتيه في البار ولا ديتيه للبار؟ أنا رمشت لقيت البار ما يطيح حلات لي. أنت غاسكت أنت غاسكت الناس كيزيدوا القدام ها في الدين وأنت حيتي الصلاح حيتي كل شيء أنا ما فهمتش واش هادو مع والدك شوية هذه مدام ديالك شلون انا منسليك؟ لا ها؟ لا هو منسليوش معايا طناش طناش دخناش طناش خالد واش خرجي على راسك وخرجتني على راجلي؟ واش عرفتي راسك شنو درتي؟ راجلتي كتخرب لي بيتي اش درتي انا؟ مشيت معاك مشينا لقينا البنات البنات راه بقا تفكر والله لا بقا تفكر رعواني والله دابا نصحيك شي دابا الا بقات فك ها وجهي وها وجهك قلت لك بعد من راجلي ديك المره ما بغيتيش قلت لك ما شربتش بزاف نوض يا ربعي في الدوكا نوض غنعطيك ثاني القرعه نوض خليك تطمنو انا قلت لك فاطمه بصح قلت لك فاطمه الزهراء دابا شنو ندير صافي واحد يطبل واحد يغيط ما دخلوا سكراني بجوج 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 من محمد جيبك كتسمعي السمك يعطيك السمك وانا كنسمعك يقول لي دايخ انا باش عرف شو سكران كون طلعت لي شي حاجه انا هاد الحاله دار ما غنقبلش عليها باش عرفي وانا شنو ما تزادش هذا اللي غيدخل عندي سكران للدار خليني نوض ليا ما فاطمه الزهراء انا مزال طلقي مني طلقي مني مروان نهار جاي لك وانت داك عندي سكران للدار واش انا صغير كل ما بغاش يشرب ما كانش غادي يشرب مروان لا لا هو بجوج عطاني تسي ساعه انا واليوم غنبلبلها في الدار شوف الله يرحمك يا والدي دراك المشي واش ندير ملي غتخليني واش بغيتي تمني ها مروان لا الشيطان يد قلت له صبر راه اخوك راه راه كبير ولد خالتي لا لا غادي غير نهضر معاهم بلاتي هي احسن مزيانه نهار جاي غير باش مره اخرى يديروا لنا حساب راه حنا مزوجين تيسكنوا راسهم والله يجعلهم يموتوا غنوض نهضر معاهم ولكن لا ما تدخلي في شي حاجه ما كتخصكش ما غندخلش ولكن مروان فاطمه الزهراء ما تدخليش في شي حاجه ما كتخصكش
خليك في بيتك وسدي عليك. دير عقلك البرد هذاك ما تسرعش ما ديرش حيل ندموا عليا. يا الله يقول فيكم الحق. باغينا السن باغينا الماء. واش عليهم صافي؟ اخوك قالوا عليك الرجلين. منك لي. تقالوا عليك شكون ولات حالتك بحال الكلب ريحتك تعطعط كالقط. مروان اسحب يا وباك يلاه معنا. فين غنمشي معاك انا فين؟ هو اللي ركابي ما بقاوش عندك كنتي من الجامع ومهلي بمرتك وفي شكل من نهار خرجت السقع هذا قلت لك ما تتبعوش انا خرجت حتى في الاخر الاخر حتى في هذا وا محمد خذ تنعس الصباح دابا معكش الهضره وخا ندوي معك نضيع معك الحجره سير انت الدخله اش قلت لك تبعك البلا مريم دير راجلك خوك غادي تشوف شي وجه ما عمرو شاف هذا الشهر سير قد وما تخلي ما دير فيه دخل ويلي حيدي ريحتك خانزه اش غتبوز زيد دخلي تخلي تاهل تاهل انت تتلفتي على البيت هذيك الشراب انا هادشي واش تحت عليها وسمعني نقول لك توكد معايا تاك الشراويطه موك عطى محمد شي ساع ما اش درت لي واخويا سكنناك معنا في الدار باش تبلي ها قلنا هو زعما راه غادي يديك للجامع ساعه انت اثرتي فيه اخويا وليتي تدي الطاسه والكاس والدريات والبيران سمعني نقولك الله يرحمك الوالدين الليل هذا الناس ناعسين مباغاش تتناقل انا وياك غتنعس هاد الصباح وغادي نفاريو هادشي هذا ناس وحده الله بحال الشرويطه تبعوا لنا الناس كيزيدوا القدام وانت كترجع للور ما فخباريش هادي ما عمرني شفتها صلحت ولا صالح كيعلم اللي ما مزيانش ولا اللي ما مزيانش كيعلم الصالح اش تبقى تخوش علينا لا غنغوت والجيران غنشهدهم عليك دخلنا عليك بالله داك واش نقولك فيك يا كنتي كتعرفها باب الجامع اش وصلك الباب البيران صافي حنا دابا درنا شي غلط وما درناش غلط صافي مشينا مع السيد وغلطنا وجينا دابا تبع هذا ممكن انت جاي رجليك كيلعبوا بك رجليك ما هازينكش وكاع عباد الله شافوك تبقى تناقلي معايا دابا انا قلت لكم ما كنتناقلش معاك انا جيت كفاص وانت انا هذا الشرير بغيتي انا الشرير غنعاودو يلاه نوريك اولا انا الشرير غتعاودو اويلي جابك الله مزيان بعدا ملي لقيتك في الزنقه باش نفاريو هاد المنام شنو انت باغا ترقعيني في ديالي عين دين ها كاش من غرقعك في ديالك اخالي كاش من شغل رقعك مع الشيطان واش حيد منك انت كيفاش اجي حيد من الدرب تا يشوفنا اللي بغى يشوفنا تليفونات اللي كنت كنشفر فينا هما وصفرقنا وصرفتيهم فينا هما فلوسهم وكاينين راه كاينين انا واش غاش تغور عليا ملي كاينين انا ضارب عامين ديال الحبس وما بين التريال انت راك عارف مروان واش انا غنخلي عندي فلوس في الدار يسولوني منين جاو دابا هي عند واحد السيده وديك السيده مشات لبرا مشات لبرا وراه فلوسك عندها فاطمه الزهره دابا مابقاش تطلعي عليا الله يرحم لك الوالدين انا راه غندير لك شوه في ديك الدار حق ربي تي دابا وتشوه انا وياك انا كاع ما كتخلعني بهذا الشيء ديالك اخالي خليني كنحتارمك راه ماشي كنت صحاب مروان حيت معقول انا غتخلعني به امشي عنده نقولها لي نقول لي انا كنت كنشفر وياك كتخبي ليا ياك اه ياك هذا هو مضنوني ايوا مضنوني ولا مضموني ولا انا مالي من عيبك انت كتقلب على المشاكل من هاد خرجت لي من الحبس وانت كتقلب على المشاكل في هذيك الدار باغي يطنيني يا جطي انت راك ضربت المونتيف انت واش مريضه ولا مالك خويا ضربتي المونتيف انت قلتيها خويا انا فلوسك راه قالت لك عند السيده وانت اللي تعرف فين نصبر فين قول لي رقعاتك مشي لك رزقك هي هذيك شنو ترقعني يا خالد واش حنا دراري صغار السيده جات خرجت باغا المشاكل ياك ها ما فهمتش كتهضر معايا وكتخلع غتخلعني زعما راه ما كنتخافش انايا ما كتخافيش ما قلتلك راه مصايبه انا وياك باي باي واخا صافي مزيانه تي هادي وانا غنلعب لعبي وانت لعبي لعبك خالي واش حنا غناكلك واش حنا غناكلك شحال حنا خدامين مع بعضياتنا شكون عمر شي واحد جاب خبارنا ما جابوش خبارنا ولكن دابا غايجيبو خبارنا وانت راه الفلوس كدرتي عندي بغا شي مروان يبدا يقول لي منين جاك هادشي كيفاش نقول ليه وانت انا صيفط لي ديك الساعه شي لعيبه وانت انا كنضرب في الحبس وكا صيفط لك انا خويا ومروان اش نقول له تعرف ما كيخليش نزهق نقول له غنمشي نشوف خالد انا في الحبس دابا شنو هو المعمول من الاخر اصبر عليا راه المرايا قرباش نجي راه صافي سالات الفاكونس ديالو وجايه وغناخذ رزقي وغنعطيك انا وياك اخويا قسمو داكشي انت راه غتاخذي رزقي بحسني رضا الطلياني غتاخذيهم كاملين سير انا معاك في حروبك حرام هذا غيبقى تيغيجبد ليا الصح حتى شمن رزق رزق راه طبيناه ما كتغوش يا محمد واسمعني نقول لك البارح بلي راه باش ندوي معاك دابا اصبح الحال غتسمعني مزيان وتحل معايا ودنيك واش غدير راسك في هذاك الصقع وفي هذاك الشماته ها شكون اللي بعقله واش غدير راسك في واحد خارج من الحبس ها واش جاوبني دوي معايا
كتغوش عليه؟ منغوش عليك ونزيد نغوش عليك الليل. ما تغوش عليه ومشات تحيا صوتك. وانا نزيد عليك صوتك حيت باغي لك الخير باش تكون راجل. والثمن حنا عيالات حنا رجال حنا صافي غلطنا في شي لعيبه غلطنا صافي حتى غلطتنا كاع عليا باش نشرب مشروب. هذيك راه مراتك وبغي لك الخير يا محمد. حتى انا سيدي غنبقى نشرب ونبقى هنا ندير اللي بغيت بغيت نتفاهموا معايا. وراه ما يعجبكش الحال معايا. وعطيوني الباي ديالي يا سيدي ونخرج من الدار. حتى الباي كدوي علاش من الباي كتسهل. اسمعني نقول لك راه العواني. واش بغي يسكرك يا محمد؟ ها؟ واش الشيء اللي غادي تعلمو يديك تديه للجامع وتستره وكذا ولا هو باغي يبليك؟ مالو اش داير ليك ويديك الدري واش بغيت نشطراب؟ انا غادي نمشي لسيدي ونعاود نجي سكريانه وثاني ونبقى ندلبلها وندير اللي بغيت. اسمعني نقول لك اخويا اسمعني نقول لك قلت له بحالك واسمعني انت والله ما تخرج بالدار تنديرو حل. كنتي باغي تبلبل اخويا خرج كري سير دبر على راسك انا مزوج الله يرحم لك الوالدين. عطيني الباي ديالي ونخرج من هنا مزيان هذاك هذاك محمد صافي مالك دابا خالد لعبك بدماغك كله ما يبدلك عليا خويا تاع هذا الشيء انت ما بقاش انت ولا جوج حبه قبه صافي غلطنا صاحبي غلطنا حيت عرفنا هادشي ما خدامش لك اخويا وانا ما خدامش عرفنا هو كان هادشي اللي كتقولوا فيه نتوما هو اللي غنعاود ندير واخا محمد يا طوال وعجبك ولا خير سد الباب ترى دير بادا على غادي تمشي 40 عام صح الله تلقى هو ديك المهمين ما بغاش حيد منا الحضيض وما يا صاحبي مالك اش المكتب مع الدار الفوق صاحبي مع منان ويلي تلاش تا هو رون شمال واخويا راه اش غنقول لك ساعات ولا محمد هاني يا صاحبي ما دير في بالك والو اصاحبي صافي جراو لي يا صاحبي خرج حيد منا منا اش خرج من قلب على راسك اسمع راسك من الهضره خاويه يا صاحبي اش من جراو هاد الروايب عاك كنا جبنا الباه الشوق اش فاش جغم خبا في الدروج انت ولي شي كتخبيو خويا انا دابا كياعي واسطه بيا العظم ربي اللي عالم بيا ومشاكل وصعب يلا خا نمشيو نمشيو لشي حفره نعمرو الراس ها نمشيو لشي حفره صافي خالد انا نشوف المشاكل صافي طلع راس بيا طلعت بيا خالد وانت يا صاحبي صافي ها يا صافي خالد اصاحبي عند تمشي معايا نمشي معاك ولكن بشرط اش ما تقولش لهم راه كان معايا وانت مابقاش غير رجعان هنا انا لا لا صاحبي قول صافي يا صاحبي خليني نعمر بان وصافي واش غتمشي معايا الله يرحمك ولدي انا ما درني راس ما والو شوف اليوم باغي نعمر الراس كنولي ماو ترى اليوم جايبين ونولي ماو وانت جايبين مشعل الزياني ولد الحوات خليني نتم عندي شي فلوس غنطردك بامو غنطردك سير على الله انا غادي معاك فين الدقه هادي ماشي يا خليل شكون ناري ملك الموت سير دخول فيك تمام واه ريحتك كي دايره تعاد دخل تبعد دخل 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 اسمعني نقول لك الله يحفظك الوالدين هذاك الشيء اللي كدير فيه راه ما خدامش لك واش غنبقى انا وياك بحال الدري الصغير الدري الصغير ولا كبير دار بوك اش قلت لك انتايا وانت سي عقل هادشي ساعه راه بسببك ولا في هاد الحاله وسي عقل هادشي ساعه هادشي ساعه شوف انا هضرت معاك زيد قلت لك انا سمعني اش نسالي غندويش معاك دابا شي واحد انا بسببك شي مره سمعت تصحى وغندوي معاك نسيت زيد دابا عاد واش دار شي عقلك يا محمد واش غنفهم هادشي اللي غادي نفير ما خدامش ليكم بجوجكم والله ما غيوصلكم شي طريق زوينه والله العظيم اخويا مروان انت راك عارف مروان انا كنحترمك وخويا وعزيز عليا وبزاف ديال الحوايج هادشي انا كامل اللي درته راه ماشي ديالي عارف انا عارف هاد مسخوط هو اللي دينا هو اللي درنا في هاد المشكل كامل سبحان الله العظيم كندير بلي خاطر هو كيقعد لينا في البلانات الوالي ولكن محمد اصاحبي واش اللي جاي يديك ها ها قول لي واش اللي جاي يديك واش باقي دري صغير وانت خالد انت غادي في هاد البلا يا خويا غدا ولا ما تغداش بغيت دير وليدات وتزوج اودي اخويا مروان انا كنبغي نسانات والله بغي نسى ولكن راه وعمر الشراب ما كان حل للنسيان اصاحبي عندك الحل ولا مشكل خاصك تواجهه الصح اخويا والله الا بصح اسمح لي على كل شيء ياك انا غنعيط على منان باش نهضروا في واحد الموضوع ديال بصح مسامح كريم اخويا انا اسمح لي يا منان والله اسمح لي يا اخويا منان باش نقلد الصواب اللي درت لك المشاكل ماشي مشكل بغيتي تمانع وانت صافي عطيك عيان انا والو هضرنا معاك صافي قلنا لك السموحات ها وسمحي لينا الله يرحمك الوالدين انا ماشي ديال هادشي انا صافي درت واحد الفتره درت وكا ربي درنا وكا معنا
لا قالك اعتراف بالذنب فضيله صافي هما عرفوا الخطا ديالهم والحمد لله غير مليوعه وعرفوا شنو كيدير. دابا حتى انا بغيت نقول لكم واحد الهضره بغيت نجمعكم علاش نقول لكم هذه الهضره وانت مرتي ياك راه ما ندوزكش هذا خويا راه هو ما ندوزوش هذا ولد خالتي الله يهدي ورد الله يرد به راه اخوك حتى هو ما غندوزوش راه غنعطيه واحد البركه ويمشي يبعد منا ويخرج يبعد لنا من الدار من هنا ويخليني عايش ترونكيل كما كنت في الاول انا الله يسمع اخو محمد انا نقول لك واحد اللعيبه بالرجول اش انا اخو راه راسي غنخربق اختي الحياه حتى ولد خالتي وهذا ولد خالتي معني معايا بالرجوله انا من نهار جيت عندكم الحياه تودرا كذبش عليك اخويا انا نمشي نقلب على راسي في شي بيت وسمحوا لي والله انا نتعاون معك على الكلام صافي ماشي خاصك تقلب على بيت خاصك تقلب على حياه جديده هاد الحياه اللي كتعيش ماشي ديالك معقوله تبدل ما تبقاش تقول اليوم غدا بعد غدا ثاني غدا ولا بعد غدا تجيك الموت اش غتلقى مولاك لا انت مع العبد لا انت مع الله سبحانه وتعالى صح ونزيدكم حاجه اخرى انا غادي نلقى لك خدمه سي كون راجل وكابابل صافي اخويا قسما بالله تنبعد من هادشي صافي هضره كلمه ديال الرجال والله تنبعد من هاد الشراب هادشي صافي مره الله يعفو عليك غتلقاني نشرب عفط لي على راسي كنتمنى هادشي اللي كتقول الله يرحم لك المهم اسمح لينا اسمح لينا اخويا مروان